طيب دلوقتي انا بقى لو جيت عايز احل مسائل على القصه بتاعت الكونجكت بي، فهنحل مع بعض المساله دي وهي مساله مهمه جدا. يعني ليه بقى مساله مهمه جدا؟ تتوقع ان انت ممكن تلاقيها في المترم، ما بتجيش المساله بنفس الارقام ولكن بيجي لك حاجه شبهها، فانا متوقع ان هي مساله مهمه جدا. ادينا بنشرحها في المحاضره اهو وبناكد عليها في المحاضره عشان حضرتك تفهمها كويس، فرجاء تركز معايا. طيب ايه الخطوات اللي كنا بنعملها عشان انا عندي مساله دلوقتي دي مساله ايه؟ كونجكت بي، ماشي؟ ايه بقى الخطوات اللي احنا المفروض نمشي بيها في المساله؟ فهنلاقي ان في شويه خطوات المفروض نعملها. الخطوه رقم واحد، اول خطوه خالص ان انا هبدا اجيب الرياكشن. يبقى الخطوه رقم واحد ان انا هبدا اجيب مين؟ الرياكشن. طيب بعد ما بجيب الرياكشن هبدا اعمل ايه؟ يعني الخطوه رقم واحد بدات اجيب ايه؟ الرياكشن. طيب بعد ما جبت الرياكشن المفروض ان انا اعمل ايه؟ الخطوه رقم اثنين ارسم المومنت. طيب بعد ما رسمت المومنت الخطوه رقم ثلاثه اعمل ايه؟ احول الاوريجينال بيم لكونجكت بيم. بعد كده بعمل ايه؟ لو طلب الديفليكشن عند اي نقطه فهو مساوي لقيمه المومنت اللي على الكونجكت بيم. لو طلب السلوب ديفليكشن عند اي نقطه فهو مساوي لقيمه الشير اللي على الكونجكت. خلاص كده؟ يبقى تاني اول خطوه هجيب مين؟ الرياكشن. بعد ما جبت الرياكشن هتبقى تاني خطوه ان انا اعمل ايه؟ ارسم المومنت. ثالث خطوه احول الاوريجينال بيم لكونجكت بيم. وتحويل الاوريجينال بيم لكونجكت بيم بيتم على خطوتين، الخطوه الاولانيه تغيير السبورت، الخطوه الثانيه تحويل المومنت اللي موجود على الاوريجينال بيم الى حاجه ثانيه كده سميناها الاستيك لود، ودي بتتحط على الكونجكت بيم. بعد كده معاك الكونجكت بيم عليها الاستيك لود، هتبدا تحلها عادي جدا، تجيب الرياكشن ترسم مومنت ترسم شير. قيمه الشير عند اي نقطه هي بتساوي قيمه مين؟ السلوب انجل. وقيمه المومنت عند اي نقطه بتساوي قيمه مين؟ الديفليكشن. في حد كده عنده اي مشكله؟ طيب تعال نبدا كده نشوف الخطوات دي ماشيه ازاي. طيب تعالى كده نشوف الكاميرا اللي عندي دي، ادي المنظر كده بتاع الكاميرا اللي قصادي. فاول خطوه خالص ان انا هجيب الرياكشن، فاحنا لو عندنا رياكشن هنا اهو ده سميناه واي اي، وعندي رياكشن تاني هنا كده ده سميناه ايه؟ واي بي. طيب ازاي احسب الرياكشن ده؟ فاول خطوه خالص ان انا هقول سيجما المومنت عند النقطه دي بصفر، فهتبقى اول خطوه ان انا هقول سيجما المومنت عند نقطة مين؟ سيجما المومنت عند نقطة ايه؟ بيساوي صفر. فعشان اجيب سيجما المومنت عند نقطة ايه؟ هعمل الاتي. أول خطوة خالص هقول أنا عندي العشرة دي أهي هتتضرب في مسافة كام؟ العشرة هتتضرب في مسافة 3، يبقى عندي 10 مضروبة في مسافة 3، يبقى 10 مضروبة في مسافة كام؟ 3 زائد العشرة الثانية تضرب في مسافة 6، يبقى 10 في مسافة 6 زائد تمام التلاتة، خليك في الأول في التلاتة، التلاتة أهي التلاتة اللي هي دي كده مضروبة في المسافة اللي هي كام؟ أدي 2 و4 6 وأدي 6 تانيين يبقى إيه؟ 12، يبقى 3 في كام؟ في 12. صعبة كده القصة دي. بعد ما خلصنا القصة دي كلها عندي كمان الواي بي، بس ده الاتجاهه لفوق، يبقى ده كان كله كده زائد، يبقى ده خدناها زائد وده زائد وده زائد، وإنما ده هيبقى إيه؟ ناقص، يبقى ناقص واي بي في كام؟ في 10. في حاجة تانية هتخش معايا في معادلة المومنت؟ آه في اللي هو الحمل الموزع ده، الحمل الموزع اللي هنا ده كده ده المفروض يخش معايا في المعادله، اللي هو هيبقى 2 في المسافه بتاعته اللي هو كام؟ 6. ونركزوا هنا كده، ففي حمل هنا موزع قيمته كام؟ 2 في 6 بكام؟ ب 12، ونازل لتحت يبقى موجب ولا سالب؟ موجب، يبقى عند حضرتك هنا كده 12 مضروب في مسافه كام؟ مضروب في مسافه 3. الكلام ده من هنا كده بيساوي صفر، من هنا تقدر تطلع قيمه مين؟ الواي بي. تعال نجرب كده نطلع قيمه الواي بي، هي هتبقى قلنا 10 في 3 زائد 10 في 6 زائد 3 في 12 زائد 12 في 3، الكلام ده كله مقسوم على 10 فهيطلع ب 81 على 5 اللي هو 16
واتنين، يبقى اذا طلعنا القيمه دي اللي هي كام؟ 16 واتنين. ومن سيجما الواي نقدر نجيب مين يا باشمهندس؟ نجيب القيمه الثانيه. طب نحسبها ازاي سيجما الواي؟ عندك نازل لتحت 10 و10 و3، والحمل الموزع اللي هو كان قيمته كام قلنا؟ 12. يبقى لو احنا كده جينا هنا وكتبنا 10 زائد 10 زائد 12 زائد 3 ناقص الانسر اللي احنا لسه جايبينها، تمام، هيطلع بكام؟ 18 و8 من 10. يبقى كده الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحسب مين؟ قدرنا كده نحسب مين هندسه؟ الرياكشن بطريقه صحيحه. خلاص؟ يبقى دي كده كانت اول خطوه من خطوات المساله. يبقى اذا خطوه رقم واحد هي كانت ان انا احسب مين؟ الرياكشن. خطوه رقم اثنين هي ان انا ارسم المومنت. خطوه رقم اثنين انا ارسم مين؟ المومنت. تعالى بقى نشوف المومنت ده هيترسم ازاي؟ انا عندي هنا المساله اهي، وعندي هنا المسافه 3 و3 و4 و2. تعالى نرسمهم هنا كده اهو. المسافه كانت عامله كده، في سبورت ثانيه هنا كده. المسافات بتاعتي كانت المسافه من هنا لهنا كام؟ 2. وبعد كده المسافه دي كام؟ 4. وهنا مسافه كام وكام؟ 3. والمسافه دي 3. انا لو عايز ارسم المومنت على الكاميرا اللي قدامي دي، يبقى انا المفروض اخد سكاشن. فانا عندي سكشن هنا كده، دي سكشن رقم 1، سكشن رقم 2، سكشن رقم 3، سكشن رقم 4، سكشن رقم 5. لو انا قدرت احسب المومنت عند الخمس مناطق دول، يبقى اذا انا كده خلصت الايه يا باشمهندس؟ خلصت الايه؟ المومنت بتاعي. طب فين بقى قيمه المومنت عند كل نقطه من دول هجيبها ازاي؟ قيمه المومنت عند كل نقطه من دول هجيبها ازاي؟ تعالى نحسب كده مع بعض واحده واحده. اول نقطه هحسب عند النقطه دي. طب النقطه دي انا عشان اجيب العزمه عندها، يا اما اخد من ناحيه الشمال يا اما اخد من ناحيه اليمين. فلو انت كده باصص من الناحيه دي فما فيش اي حاجه، اذا المومنت هنا يطلع بكام؟ بصفر. تاني نقطه اللي هي النقطه دي، يا اما اخد كل الاحمال اللي الناحيه دي يا اما اخد بس الاحمال اللي الناحيه دي، فبرضه هحسب من ناحيه مين؟ اليمين. فمن ناحيه اليمين القيمه هنا كام؟ ومضروبه في مسافه كام؟ 2. يبقى 3 في 2 بكام؟ ب 6. يبقى اذا القيمه 6. القيمه هنا كتبت 6 واوصل ما بينهم بخط ايه؟ مستقيم. صعبه؟ صعبه كده القصه دي؟ حلوه قوي الكلام ده. طيب عايز احسب عند النقطه دي. طب انا عشان احسب عند النقطه دي يعني عايز احسب فين؟ هنا. فعندها هنا 3 في المسافه اللي هي كام؟ في 6. يبقى عندي 3 في 6، وبيلف ازاي؟ بيلف كده. وعندي 16 و2 في 4، وبتلف ازاي؟ عكس الاتجاه. طيب مين الاكبر، ال 3 في 6 ولا ال 16 و2 في 4؟ ال 16 و2 في 4. يبقى اذا النتيجه هتبقى ناحيه الاكبر، والاكبر ده كان اللي تحت، يبقى الرسمه او الرقم اللي هتطلعه هيترسم تحت ولا فوق؟ تحت. فهنا 16 و2، 16 و2 في 4 ناقص 18 هيساوي كام؟ 46 وايه؟ و8. هيترسم فوق ولا تحت؟ تحت. فقمت رايح هنا وجايب القيمه اللي هي كام قلنا؟ 46 و8، وقمت راسم موصل ده. عندك المومنت هنا قيمته كام؟ صفر، لان لو حسبت الناحيه دي صفر. نعم. مالها؟ دي 46 وايه؟ و8. دي اتحسبت ازاي 46 و8؟ هناخد المومنت هنا. فهنا هيبقى عباره عن 3 في المسافه بتاعته اللي هي كام؟ 6. وال 16 و2 في المسافه بتاعته اللي هي كام؟ 4. ال 3 نازله لتحت وال 16 و2 نازله لفوق، يعني هما الاثنين عكس الاشاره. يعني عكس اشاره بعض، يبقى هيطرحوا ايه؟ من بعض. فهبدا اطرحهم من بعض، فطلع 16 و2 في 4 ناقص 3 في 6 طلع الرقم اللي احنا ايه؟ بنتكلم عليه. خلاص كده؟ طيب باقي النقطة دي، لو أنا حسبت المومنت عند النقطة دي يبقى أنا كده خلصت الإيه؟ المسألة. طب الأسهل أحسبه من الناحية دي ولا من الناحية الصغيرة دي؟ لا خلينا في الناحية الصغيرة دي. طيب أنا عايز أحسب المومنت في الناحية الصغيرة دي، أول حاجة عندك 2 في 3 بكام؟ ب 6، ويبعد مسافة قد إيه عن هنا؟ 1 وإيه؟ ونص. يبقى عند حضرتك 18 و8 أهي، 18 و8 مضروبة في مسافة كام؟ مضروبه في مسافه كام؟ يا حبيبي ليه في 1.5؟ 18 8 في كام؟
في 3 وبتلف كده خلاص كده ناقص 6 في 1 وايه ونص. ومين الرقم الكبير؟ ال 18 و8 في 3، يعني هيترسم تحت ولا فوق؟ تحت. فهتروح رايح كده على الآلة الحاسبة وتقول له 18 و8 في 3 ناقص 6 في 1 ونص، هيطلع برقم 47 وكام؟ و4. فهنروح رايحين هنا كاتبين كام؟ 47 و4. ووصل ما بين النقطة دي والنقطة دي بخط داش، ووصل ما بين النقطة دي والنقطة دي بخط ايه؟ داش. ليه وصلت بخط داش؟ لأن أنا المفروض هنا هعلق بارابولا وهنا هعلق بارابولا. ليه هعلق بارابولا هنا وهعلق بارابولا هنا؟ عشان كان عندي هنا حمل ايه؟ موزع. طب قيمة البارابولا دي بتبقى كام؟ قيمة البارابولا دبليو ال سكوير على الثمانية. طب الدبليو بكام؟ كان باتنين. والال بكام؟ 3 في 3 على 8 هيطلع بالظبط ب 2 وكام؟ وربع. يبقى قيمه البارابولا هنا وهنا بكام؟ ب 2 وربع. ويبقى انت كده حضرتك رسمت ايه يا باشمهندسنا العزيز؟ رسمت رسمه المومنت. يبقى كده كانت اول خطوه ان انا جبت الرياكشن، ثاني خطوه ان انا رسمت مين؟ المومنت. حتى الان في حاجه صعبه؟ طيب بعد ما خلصت حضرتك رسمه المومنت نخش على خطوة رقم 3. خطوة رقم ثلاثة هي تحويل. خطوة رقم ثلاثة هي إن أنا أحول الأوريجينال بيم لكونجكت بيم. أحول مين لمين؟ الأوريجينال بيم لكونجكت بيم. ركز بقى معايا، آدي خط أهو، وآدي خط أهو، وآدي الخط أهو، وآدي الخط أهو، وآدي خط. عشان أحول الأوريجينال بيم لكونجكت بيم، أول حاجة هعملها أحول السبورت، فالسبورت ده هنج، هيفضل هنج. تمام. والسبورت ده هنج، بس ده داخلي ولا خارجي؟ داخلي. يبقى يتحول ليه انترميديت هنج، وهنا النقطه دي كانت فري تتحول ليه فيكسد. يبقى اذا عند حضرتك الكاميرا هتطلع بالايه؟ بالمنظر. صعبه. الخطوه اللي بعد كده ان انا الشكل بتاع المومنت ده، الشكل بتاع المومنت ده تمام، عايز احطه فين؟ تحت. وكل شكل من دول، كل شكل من اللي قدامي ده اجيب له حاجه اسمها الاستيك لود. كل حاجه بالشكل قدامي اجيب له حاجه اسمها ايه؟ الاستيك لود. تعال اما ارسمهم لك كده بطريقه متفرطه. اول حاجه عندي هنا، تعال نرسم الاشكال دي بطريقه ايه؟ متفرطه كده عشان تبقى انت ايه شايف. بص يا باشمهندس ركز كده بالله عليك معايا. اول شكل خالص هنا كان مثلث، اول شكل ده رقم واحد ده اللي هو ايه؟ مثلث. فانا رسمت هنا اهو مثلث، يبقى ده الشكل رقم كام؟ واحد. بص بقى الحته دي رخمه شويه. انت عندك حته عامله كده، فالحته اللي عامله كده دي احنا ما بنعرفش نتعامل معاها، فبنبدلها. نبدلها بايه؟ مثلث لفوق ومثلث ايه؟ لتحت. ما هو يا حبيبي لو كانت دي 10 ودي سالب مثلا 10، فانت عملت كده، هنا ده 10 وهنا ده كام؟ سالب 10. اجمعهم كده على بعض، 10 وصفر يديك 10، وسالب 10 وصفر يديك كام؟ فاذا مجموع الاثنين دول هيساوي مين؟ الشكل ده. فده اللي انا هعمله هنا. احنا عندي هنا خلاص المثلث ده قيمته كام؟ 6. كانك قسمته. حلو. وعندي هنا ده برضه مثلث تاني هيبقى قيمته 6، وعندي تحت هيبقى فيه مثلث عامل كده. ويبقى ده الشكل رقم كام؟ 2، وده الشكل رقم كام؟ 3. والقيمه تحت هنا كام قلنا؟ 46 و8. صعبه؟ طيب هنا في الاخر عندي مثلث اهو، جميل المثلث ده، قيمته كام؟ 47 وكام؟ و4. وتحتيه هيبقى فيه ايه؟ البارابولا. يبقى قالك بس الحته اللي هنا دي اللي هي بتوصل ما بين الاثنين، دي صعبه بقى. اول حاجه هي فيها بارابولا، خلاص ادي البارابولا حطيتها تحت اهو، فيها مشكله؟ المشكله بقى بالشكل ده اللي هو عامل ازاي يا باشمهندسنا العزيز؟ عامل كده. طب ده بقى اعمل فيه ايه؟ ليه حلين. الحل الاولاني ان انت ممكن تروح شايل الخط كده وتقلبه مستطيل وايه؟
ومثبت. ده حل. الحل الثاني الاسهل، الحل الثاني الاسهل، ان انا هروح شاد الخط كده وكان الشكل ده بقى مثلثين، مثلث اهو، مثلث اهو يا باشمهندس، ومثلث ثاني فين اهو. صعبه نعم. طب خلاص، فاحنا هنعمل الحل ده اللي هو بتاع المثلثين. فبقى عند حضرتك لو انا جيت خديت خط الخط ده كده، فبقى عندي مثلثين. يبقى ده الشكل رقم واحد، ده الشكل رقم اتنين، ده الشكل رقم تلاته، ده الشكل رقم اربعه، ده الشكل رقم خمسه، ده الشكل رقم سته، ده الشكل رقم سبعه، ده الشكل رقم تمانيه. هنجيب بقى لكل واحد مكان الشكل، عايزين نحط حمل مكان الشكل، عايزين نحط ايه؟ حمل. بص كده، فاكر لما كان من شويه كده كان عندك حمل موزع عامل كده، وانت كنت عايز تجيب حمل تحطه مكانه، فكنت بتجيب ثلاث حاجات. ايه هو او ايه هما الثلاث حاجات؟ اول حاجه القيمه كانت الطول في العرض، فانت قمت ضارب الاثنين في الايه؟ مع القيمه دي اللي هي مساحه الشكل، وده مستطيل يبقى مساحته ايه؟ طول في العرض. صعبه؟ يبقى اول حاجه مين؟ القيمه. ثاني حاجه او الحاجه رقم اثنين الاتجاه، ده كان لتحت فاتجاهه ايه؟ لتحت، ولو لفوق يبقى اتجاه لفوق. ثالث حاجه هي نقطه مين؟ التأثير. يبقى كل شكل من الاشكال اللي قدام سيادتك دي، كل شكل من الاشكال اللي قدام سيادتك دي هتبقى عايز تجيب له كام حاجه؟ قيمه، اتجاه، نقطه تأثير. قيمه، اتجاه، نقطه تأثير. يلا بقى نشوف كده هنعملها ازاي الحركه دي. اهو ادي الكاميرا بتاعتي رسمتها تاني، دي فيكسد سبورت، وادي الانترميديت هنج، وادي الايه الهنج سبورت. يلا بقى معايا كده واحده واحده الشكل. بقول لك ايه، تعال نجيب المساحات الاول وبعد كده نتكلم. احنا عندنا كام مساحه هنجيبها؟ 1 2 3 4 5 6 سبعة تمانية. خلينا نمشيهم بايه؟ بحق الله بالعدل، واحدة واحدة بقى معايا. الشكل الأولاني مساحته كام؟ نص القاعدة في الايه؟ في الارتفاع، يبقى نص في ستة، والقاعدة كام؟ اتنين. حلو. الشكل التاني نص، مليني كده، في كام؟ في ستة، في أربعة. الشكل الثالث نص، ازاي بقى في 6؟ الشكل الثالث المثلث اهو، يبقى نص في 46 و8 من 10. ليه مساحه مثلث؟ ليه نقول ما فيش اي مبرر؟ عشان ما لما بتسقط بتزعل. ما هو طيب هنا كده مساحة المثلث ده كام بقى؟ اللي هو رقم أربعة، ركز بقى كده معايا، نص في القائمة أهو بكام؟ 46 في مسافة كام؟ مسافة كام؟ أهي المسافة بتاعته أهي كانت كام؟ 3. اللي بعد نص، فين المثلث؟ أهو يا حبيبي القائم اهو كام؟ 47. 47 و4 في مسافة كام؟ 3. المثلث الأخير أهو اللي هو هيبقى نص، 47 و4 في 3. يبقى لنا البارابولا دي والبارابولا دي اللي هيطلع مساحتهم بالمناسبة قد بعض، اللي هي مساحة البارابولا كام؟ 2 على 3 في الطول ده اللي هو كام؟ 3، والارتفاع اللي هو كام؟ 2 وايه؟ وربع. صعبه العمليه كده. يبقى اذا الثمان اشكال قمت كاتبهم كده في الجنب، شكل رقم 1 2 3، زي ما انا عملت كده عايزك تعمل في الامتحان.
تاني زي ما انا عملت كده. عايزك تعمل في الامتحان الرسمه اهي، قسمتها لثمان اشكال، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اشكال حلوين اهم. بعد ما حضرتك عملت لي الثمان اشكال قمت انا عامل ايه؟ بعد ما حضرتك عملت لك الثمان اشكال قمت انت عامل ايه بعد كده؟ جبت مساحه الثمان اشكال اهم. صعبه؟ يلا عايزك اتجاه ونقطه تاثير لكل شكل منه. يلا امشي معايا واحده واحده. ادي الشكل الاولاني مرسوم فوق، يبقى اتجاهه لفوق. نقطة التأثير التلت من ناحية القائم والتلتين من الناحية التانية. التلت وإيه؟ والتلتين. طب يلا قول لي كده، يبقى المسافة كام دي؟ بص يا حبيبي عشان تسهل على نفسك قول لي المسافة دي كام؟ دي كانت 2، يبقى هنا تكتب كده 2 في تلت، والناحية التانية 2 في 2 على التلت. صعبة؟ صعبة؟ خلصنا من أول واحد. التاني شكل رقم 2 لفوق ولا لتحت؟ حبيبي مرسوم لفوق، يبقى لفوق. مسافة أهو، المسافة دي كانت 4، يبقى هنا تلت في كام؟ في 4. تلت في كام هندسة؟ في 4. صعبة؟ حلو. بعد كده هنا المثلث ده، ده لفوق ولا لتحت؟ لتحت. طب والمسافة اهي تلت، وبرضو في كام؟ في 4. صعبة؟ خش على الشكل رقم 4، هنا تلت اللي هو هيبقى هنا كده، تلت في كام؟ ليه في 4 يا جدعان بقى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المسافة دي كام؟ 3، يبقى تلت في 3 بكام؟ بواحد. طب وهنا اهي تلت، تلتين بقى، يبقى المسافه دي كام؟ 2. البارابولا في النص يعني المسافه دي كام؟ 1.5. البارابولا في النص يعني المسافه دي كام؟ 1.5. البارابولا احنا خلصنا، يبقى ده هو كمان لتحت اهو، المسافه دي كام؟ 1. يعني اذا بقى معايا كل حمل ومسافته، بص بقى ازاي؟ معايا كل حمل ومسافته من اقرب اكس ليه. معايا كل حمل ومسافته ايه؟ من اقرب اكس ليه. عشان بقى بعد كده لما هتيجي تجيب المومنت العمليه تبقى ايه؟ سهله خالص. يبقى كده الحمد لله ربنا كرمنا وصلنا للمرحله دي في المساله. بالله عليك تركز اهو، منظر ده حولنا مين لمين؟ دي الاوريجينال بيم حولتها لمين؟ كونجكت بيم. الهنج بقت هنج، الرولر عشان في النص بقت انترميديت هنج، فري بقى فيكسد، وقمت مكمل معاك. بعد كده الاشكال الصعبه دي حولتها لاشكال سهله، وكل نقطه فيهم حسبت مساحه، وبعد المساحه قمت حاسب ايه تاني؟ اتجاه ونقطه تاثير. صعبه؟ اذا في النهايه بقى عندي الرسمه دي وهي اهم حاجه في الموضوع. يبقى انا الحمد لله حاليا وصلت لدي. فيها حاجه صعبه؟ طب اسالك سؤال يبين لي التفاهم ولا لا؟ ال 132 وال 164 دول جم من انهي حته؟ حبيبي ما انت عندك كاميرا جديده، الكاميرا الجديده دي ليها ايه؟ رياكشنات. فده وده والرقم ده، الثلاثه دول هم مين؟ الرياكشن. يعني هترجع بعد ما رسمنا الكونجكت بيم، يعني احنا المرحله اللي احنا واصلين لها دلوقتي اللي هي دي، المرحله دي لازم بعد كده اجيب الرياكشن اللي هنا، واجيب الرياكشن اللي هنا، واجيب المومنت. بعد كده اي حاجه يطلبها منك في المساله هتعرف كده. بمعنى ايه؟ انا لو طلبت اول ما تسمع كلمه سلوب انجل تروح تجيب قيمه الشير. يعني لو طلبت السلوب انجل عند نقطه سي تروح تجيب لي قيمه الشير عند نقطه سي. لو طلبت السلوب انجل عند نقطه A تروح تجيب لي مين؟ الشير عند نقطه A. وطبعا كل الارقام اللي هتبقى موجوده هتبقى مقسومه على قيمه مين؟ اي اي. واي اي دي يا اما رمز يا اما بديك قيمتها في المساله. خلاص كده؟ وقيمه السلوب انجل بتطلع بوحده اسمها ايه؟ ار اي دي اللي هي الراديوس او الراديان. حلو الكلام؟ اما القيمه الثانيه، القيمه مين؟
الثانيه اللي هي بتاعه الديفليكشن، فالديفليكشن هو بيساوي قيمه المومنت، يبقى الديفليكشن بيساوي مين؟ الديفليكشن بيساوي قيمه مين؟ المومنت. صعبه كده القصه دي يا باشمهندس؟ صعبه كده القصه دي؟ تعال نشوف المطلوب كده ونختبر كده ذكائنا. نشوف اول حاجه طالب السلوب انجل عند نقطه ايه؟ ادي نقطه ايه؟ سلوب انجل يعني سلوب انجل يعني مين؟ شير. طب مين يقدر يقول لي قيمه الشير عند نقطه ايه بتساوي كام؟ حبيبي قيمه الشير عند نقطه ايه؟ بقول لك ايه؟ انت فاكر رسمه الشير كانت بترسم ازاي؟ لو انا مديك رسمه زي دي قلت لك ارسم لي الشير اهو يا حبيبي، كنت ابدا من ناحيه الشمال واطلع مع اللي طالع، يعني دي 146 وامشي، قابلني ال 4.5 انزل لتحت، قابلني مش عارف كام انزل لتحت، قابلني مش عارف كام انزل لتحت، انزل لتحت، لسه ما خلصناش الغير، انزل لتحت، انزل لتحت، وبعد كده اطلع لفوق، وبعد كده اطلع لفوق، وبعد كده هخلصه اليوم حاجه، وهكذا يا باشمهندس، فيطلع قيمه الشير عامله بالمنظر ده كده. اتفهمت؟ اتفهمت؟ دي قيمه الشير، يبقى اذا قيمه الشير هنا، اذا قيمه الشير هنا يا باشمهندسنا العزيز بكام على طول؟ يبقى انا لما اقول لك احسب لي السلوب انجل عند نقطه ايه بكام؟ بص ثانيه. خلصت. خلصت. حلو؟ وتكتب لي جنبيها الوحده ايه؟ شكرا، خدت درجه المساله كامله. في حاجه صعبه؟ ما لسه هنقول. في حاجه صعبه في دي؟ في حاجه صعبه في دي؟ تمام. نخش على الحاجه اللي بعدها، بيقول لك سلوب انجل عند نقطه بي في النص اهي يا ريس. هنا مثلا او هنا، هتحسب هتحسب، يعني انا هنا قيمه كام؟ 132، فانا اهو 132، افرض بقى في اي اتجاه، يعني 132 دي بس انا بادئ من الناحيه دي مش بطلع مع اللي طالع وانزل مع اللي نازل، المفروض العكس. يعني هنا ال 132 دي تبقى فين؟ لتحت، وامشي كده، قابلني كام؟ 6، 132 و6 يبقوا كام؟ 138، يبقى اذا القيمه هنا كام؟ انطق القيمه هنا كام؟ 138 اهو، 132 و6 تبقى كام؟ صعبه ليه بالسالب؟ مرسومه تحت مش محتاجه ذكاء، ما هو الموجب بتاع الشير فوق والسالب بتاعه. صعبه صعبه العمليه. حلو، طالب ايه تاني؟ ديفليكشن عند نقطه سي، ادي نقطه سي، يلا عايز حد يقول لي كده الديفليكشن عند نقطه سي. ركز ركز، بقول لك الديفليكشن مش شير، ما تروحش تحسب شير. ديفليكشن يبقى تحسب مين؟ اهو يا حبيبي، عايز ديفليكشن هنا يبقى المومنت الجميل 143 مضروبه في المسافه بتاعتها اللي هي من هنا لهنا، ناقص 4.5 مضروبه في المسافه بتاعتها، ناقص 71 مضروبه في المسافه بتاعتها اهو، 164 في المسافه بتاعتها اللي هي كام؟ من هنا لهنا كانت مسافه، ادي 1.5 ودي نص ودي هنا دي في النص بالظبط، يعني متر كده مسافه متر ايه؟ يبقى كل المسافه دي كام؟ 3، ادي فبقى دي كده في كام؟ في 3. طب ال 4.5 ادي نص ومتر يبقى في 1.5، 71 المسافه دي 1 يبقى صعبه، ادي حسبنا القيمه اهي يا ريسنا. صعبه ليه اتكتبت موجب؟ يا باشا على حسب الاشارات، على حسب مين؟ الاشارات. ما هو ده القيمه بتاعته لفين؟ لتحت، وده لفوق وده لفوق، ومين الكبير؟ ده. وفي المومنت اللي لتحت هو ايه؟ واللي فوق هو ايه؟ صعبة صعبة. أمال بتسقط ليه؟ ماشي. آخر حاجة واي دي برضه نفس القصة، فين نقطة دي؟ نقطة دي أهي، قطع عند نقطة دي، وهات بقى يا ريس من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال جبنا القيمة بتاعتها، خلاص؟ أتمنى تكون المسألة سهلة، وأتمنى إن أنت تفهمها كويس، وأنت مش محتاج أكتر من كده.